في معنى محمد بن زايد: ضعفك دعوة وليمة للضواري. كتب منصور انجدان عن معنى محمد بن زايد، واستفتح المقالة بقصة حدثت عام 2012 حين طرح ولي عهد أبو ظبي سؤالا في مجلس جمع شيوخا وإعلاميين عن ماذا لو أن دولة معادية استهدفت أبو ظبي بعمل عسكري وحركت خلاياها داخل البلاد، كيف ستكون ردة فعلنا؟ وربط انجدان في مقالته أهم إنجازين علميين عرفتهما الإمارات بإطلاق مسبار الأمل وتشغيل مفاعل براكة، ثم الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية برؤية استراتيجية لمحمد بن زايد تعود جذورها إلى 3 عقود حين استيقظ العالم على كارثة احتلال صدام حسين للكويت. وقال الكاتب: قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة طريقا مضنيا في الوصول إلى هذين الإنجازين التاريخيين عبر نهج قائم على رؤية واضحة واستراتيجية طويلة الأمد وخطة تحقق الأهداف، فسلكت طريقا مضمخا بالتعب والعرق والجهد الذي لا يتوقف ليلا ونهارا، والسعي الذي لا يكل ولا يمل لبلوغ مستوى يجعلها في مصاف الدول القادرة على حماية نفسها، وفي الوقت ذاته تمتلك شرعية دولية تتمتع بتحالفات قوية مع قوى إقليمية ودولية عظمى. ويختتم الكاتب: أننا في حاجة إلى دراسة حالة فريدة من القيادة غير التقليدية وليس سابقا لأوانه، الدعوة إلى أن علينا نحن العرب أن ندرس جيدا معنى محمد بن زايد.